السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تطرق المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي إلى التعليق على بيان الكافي الأخير على أحداث الشان، وتحدث حفيظ الدراجي عن مخلفات بيان لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة الإفريقي بخصوص الأزمة بين الجزائر والمغرب وبشأن أحداث بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين شان 2022 وتداعيتها على كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما التي ستقام في الجزائر نهاية شهر أفريل المقبل. وقال حفيظ الدراجي أنه يوجد صراع خفي يدور داخل أروقة الاتحاد الإفريقي كاف بين الرئيس موتسيبي ورئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، كما شدد الدراجي على فتح تحقيقات أكبر. وعاد حفيظ الدراجي مرة أخرى ليؤكد بأن الكاف سيمنح تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب بدلا عن الجزائر، وهذا بعد الكواليس الكبيرة التي تدور داخل أروقة الكاف. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.